بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم في الدرس 22 من دورة تطبيق الأندرويد. دورة تطبيق الأندرويد الآن بنقوم شنو؟ بنسوي مشروع يحتوي على عدة معلومات، عدة معلومات من ضمنها أنا شو بقوم؟ كل فصل بيجي الحالة، يعني كل خانة بسويها الحالة، بسوي مشروع جديد وبسميه بروجكت. وش بسميه؟ بسميه بسميه هذا المشروع عيسى 14، ها اسمي او اي دبل اس اي. طبعا هذا اللي شرحناهم في المرات اللي طافت. الان شنو الصوره اللي بسوي؟ اخليها انا، احنا مو بهمنا الصوره، همنا كيف الخدمات. شفت هذا؟ هذا الاولي فينش، همنا الدروس اللي بعطيها الان. هي شن هي المساله الان؟ انا شو اللي ببتدي به؟ ببتدي في بتكلم لك عن هذه اللي هو هذه الان. هذه شوف، هذه المساله هنا، شفت هذه؟ هذه تخليك انت ترتب المشروع بحيث انه يتناسق مع جميع الجوالات. ريليتف لي اوت، انت اذا جيت تستخدمها ريليتف لي اوت، تستخدم ريليتف لي اوت لي اوت. هذه الصفحه تعتبر انها شنو؟ انك يعني تنظيمها تتطابق مع كل الجوالات في الموجودة. هذا القصد منها. الآن في هذا الدرس الأولي بأشرح شلون استخدام سكرول اللي هي هذه. شفت سكرول؟ هذا الصفحة شو المقصود بها؟ سكرول مقصود بها الصفحة المتحركة فوق وتحت، فوق وتحت. شوف شيك وياها موجود، لازم تكون. شوف هاك سكرول لي اوت، هذا لازم يكون داخل. يعني فرضا الحين احنا حذفنا، احذف التاكس هذا، وين هذا هو التاكس؟ شوفه حذف هذا، احنا ما نبي، احنا نبي يكون سكرول على طول. هذا هو اللي اوت حقها. من زين الحين السكرول هذا اي حاجة لازم تكون بداخلها. شلون بداخلها؟ يعني فرضا الحين انت بتحط بوتوم ولا تكست فيو، تحط يصير داخل اوكي داخل شفها. الان هنا بتصير ما صارت برا، شف هاك صارت بداخلها. الان انت مو بتعرفها شو مقصود بها. يعني الحين انا بضيف عدة، يعني حتى اضفت تاكس، اضفت بوتوم، اضفت صور. يعني انا بستخدم التاكس اساس. شنو هو التاكس؟ بخلي كل واحد اوكي. الان اوكي شوف هاك التكست، الان بسويها. شوف هاك، شفت الان ذيلي التكست؟ شوف طلعت برا، يعني طلعت برا، يعني ما منها فايدة هنا. شوف ها بتجيك، لازم التكست يكونون، ليش؟ لان لازم يكونون داخل شنو؟ الست رول، قلت لك داخل الست رول. اذا صاروا داخل الست رول يعني انك جالس انت تسوي تطبيق متحرك الشاشة. متحرك الشاشة الحين انا بوريك شلون. كنترول زد، شوف هذا التاكس، بنسخة. كنترول سي، برجع ثانية بنسخة.
عدة مرات. شوف هذه الحين بيصير شكله كذا. اوه احنا شوف المسافة قصيرة بينهم، يعني يبيلك عدة نسخات حق اهدى. انا بس ابي اوضح ان هذه الخطوة، خطوة استخدام الصفحة المتحركة، شلون بنسخ لي كلهم جميع اساس يكون عندي، لان شلون الصفحة المتحركة ما تبين عندك الا اذا كان زادت عن الصفحة. شوف انا بيها تزيد عن الصفحة، الحين زادت، شوف هاك الحين زادت، خلنا نزودها اساس هذا. وبقول له تشغيل، شوف هاك بقول له تشغيل الحين. بقول له تشغيل، الحين ننتظر بس مسألة التشغيل. طبعا انا جالس اجهز برنامج وهذا، بس الحين انت بتشوفه اللي هو البرنامج هذا عيسى 14. شوفاك الكونسول يشتغل الان، بيقول لك انستولينج عيسى 14، بس انتظر. يعني تعديلهم وميزانهم كله شرحته في التطبيق الاولي، بس انا هذه حق فكرة سكرولر، دي هذه السكرولر اللي هي الشاشة المتحركة مثل ما قلت لك، فوق وتحت فوق وتحت. الحين بتشوفه، خله بس يشتغل، يرفع الى المشغل المحاكي سكسسفل. شوف هاك الحين يشتغل وياك، وتقدر عاد تضيف انت بوتوم، تقدر تضيف صور، تقدر تضيف اشياء يعني الموجودة من الخيارات هذه. شوف هاك هذه سترول القصد منها، شفتها تتحرك لفوق ولا تحت، هذه السترول، هذه السترول. شوف خلنا اروح اضيف صورة، اضيف صورة لكم في هذا الشيء، بضيف امج صورة، امج بضيف لكم صورة هنا، بقول له حط لي هذه الصورة، انا ابغاها ما ابي اغيرها، نفس الصورة هذه. بقول له شغلها نفسها، قلنا سيف، الحين يشتغل. هذه الصورة الآن بتشوفها شلون، ترى ما قلنا له، قلنا حق هذا يشتغل، هذا انا ابغاه 14. شوف الحين بيشتغل، الحين على اساس تبين ان الصورة تتحرك يعني، بس هذا القصد منها. شوف هاك الصورة، الحين الصورة لوين، شوف اختفت الصورة، ها شوف حتى يطلع لك هنا. طبعا هذه الان انت تقول لي ليش هنا بس، تقدر انت تخليها مساحة، حتى مساحة كبيرة. ليش؟ لان الحين احنا محددينها هناك بمساحة، مساحة تول بار اللي هو مساحة التاكس بس، ها تول بار. يعني لو جيت غيرت هنا، يعني الحين لو تبيها كاملة تصير، تبيها كاملة تمسح هذا، تقول له يساوي، وتقول له فول بارت. زين هنا شو تقول له؟ هذا العرض فول بارت، خلاص بينتهي العرض، نمسح، تقول له تشغل.
يعني التعديل مش في التاكس يجي، التعديل حتى في التاكس لو بغيت انت حجمه يتغير حاجة شيء يتغير وياك، ولكن شنو لو تبي انت مساحته هذه تتغير اللي هو مساحة الصفحة المتحرك، يعني فرضا انت بتحط صفحتين ثلاث اربع تقدر تحطهم وترتبهم على حسب اللي هو الشكل اللي تبيه انت يعني. فالحين انا بقول لك فول بارت، شوف هاك استوت فول بارت الحين صفحة كاملة، وهذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.